سبق أن جاء ذكر المكذبين بآيات وآيات كثيرة وكثيرة، ومن أبرز المكذبين اللي جاء ذكره هو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، جاء ذكره طبعا اسمه ما جاء لكن أوصافه المفسرين سنة وشيعة يطبقون هاي الأوصاف على الرجل، وهو الوليد بن المغيرة. هذا الرجل كان يهدد رسول الله، يكذب رسول الله، مرة يقول عنه شاعر، مرة يقول عنه مجنون، مرة، وكان استخدم أموال، عنده أموال كثيرة، كان يستخدم أمواله ضد رسول الله، ضد الإسلام، ضد القرآن، وعنده أولاد كثيرين، 10 أولاد، كل واحد منهم، خالد بعد، خالد واحد منهم، خالد معلوم موقفه قبل إسلامه وبعد إسلامه، حتى بعد إسلامه كان من أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لأن رسول الله ضاق صدره من هذا الرجل، شكى إلى الله، معناه أنه يا رب هذا الرجل كذبني وآذاني وألمني، الله سبحانه وتعالى يقول اذرني، يعني خلي أنا وياه، يعني أنا أعرف شو أسوي له، فذرني. كما أنه في سورة المزمل أيضا نفس العبارة جاءت، ذرني ومن خلقت، سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر. والله سبحانه وتعالى من جانب بكلمة ذرني يسلي نبيه، يأخذ من خاطره أنه أنت خليني، ما دام اعتمدت على الله، ما دام توكلت على الله، الله سبحانه وتعالى راح يدافع عنك وهو يكفيك، وراح يقضي على عدوك، وأمواله وأولاده ما تفيده، وراح تشوف. ذرني خليني، يعني وهذا الاصطلاح يعني يسلي قلب رسول الله من جانب الله بهذه الكلمة ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، تهديد، تهديد قوي، يعني قضية ما دام هذا عدو الله، الله واقف له بالمرصاد، وإذا نعوذ بالله الله واقف شخص، الله واقف له بالمرصاد، شو يسوي له بعد؟ يعني أولاده يحمونه، أمواله، الجيش ماله، الأسلحة مالته، أبدا. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا الحديث شنو هو؟ قرآن يعني،